السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وهذا الفيديو بغيت نلبي الطلب لبعض الأخوات اللي سولوني على التقضية، الفرق ما بين التقضية ديال المرجان والتقضية كذلك ديال الهري. دابا جبت لكم التقضية ديال الهري وبغيت نعطيكم أفكار عليها، وكذلك الفرق اللي بينها وبين التقضية ديال المرجان وبالأثمنة. إن شاء الله للمبتدئات اللي باغيين يعرفوا الأثمنة ديال بزاف ديال الحوايج من المواد الغذائية، كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانكم تاخذوا افكار ان شاء الله عليه. وبالنسبه للتقضيه اللي كنقول لكم انا اللي كندير، التقضيه ديالي راه ماشي ديال الشهر البنات. التقضيه ديالي كنتقدى كل شهر، ولكن تنتقدى داكشي اللي خاص، ودائما كنتقدى بالزيت، باش ماشي غير الحاجه تتقادى في النص ديال الشهر ولا تتقادى. كاين الحاجه اللي كتدي ليا شهرين، كاين الحاجه اللي كتدي ليا شهر ونص، كاين الحاجه الشهر الاخر ما كنشريهاش. يعني بحال انا دابا الزوج ديالي ما كيبغيش كل مره تصيفطي للحانوت تجيبي يعني حاجه، كتبغي بحال دايره حانوت في الدار. هذا هو هذيك الطريقه باش غادي انا، وكل واحد كيمشي بطريقته. كل واحد الا بغيتو تقتصدوا راكم غادي تعرفوا على حساب عدد الاشخاص اللي عندكم في البيت ديالكم، وغادي تتقداو على حساب كذلك الميزانيه اللي عندكم، وغادي تمشيو غير بالقانون. يعني اللي بغيتو ديروا تقضيه ديال الشهر غادي تقتصدوا، يعني تجربوا واحد الشهر وغادي تعرفوا شحال ديتو في هذاك الشهر، شحال كليتو فيه، شحال استهلكتو فيه، وغادي تمشيو على هذاك الريجيم. غتاخذوا ورقه وستيلو كما كنقول لكم دائما في اي حاجه البنات، الورقه والستيلو. غتاخدي الزيت، السكر، كاع المواد الغذائيه، التيد، اتاي، الدقيق، اي حاجه غتكتبيها، وغادي ديك الساعه تعرفي شحال كتكونسومي في الشهر، شحال كتاكلي في الشهر، شحال كيكفاك. وعلى شهر على شهر كتعلمي، يعني هاد الشهر الا مثلا جبتي بزاف، الشهر الاخر كتعرفي الحاجه اللي شاطت لك ما كتجيبيهاش مثلا الشهر الاخر. اللي كيبغي يمشي بالتقسيط، اللي كيبغي يشري داكشي اللي كفاه في شهر واحد، هو اللي خصو يدير هاد العمليه. العمليه اللي خصو يدير كما قلت لكم وهي الورقه والستيلو، ويكتب كل حاجه شحال جاب منها، ويعقل فاش يسالي الشهر شحال مثلا شربت اتاي، شحال استهلك ديال الزيت، شحال استهلك ديال السكر، شحال استهلك ديال السنيده، شحال استهلك ديال هذه الدقيق، شحال شحال شحال. وغادي يمشي لداكشي اللي عنده في البيت ديالو يشوف شحال بقى ليه، يعني غيعرف شحال كيكفاه الشهر. هذا الشيء من غير الا جاو الضياف ولا جات شي حاجه، المهم هذا الشيء الواحد كيحسب على عدد الاشخاص ديالو. هذه هي الا بغيتو تمشيو ديروا ميزانيه ديال الشهر، هكا علاش خصكم تمشيو. اما الطريقه اللي كندير انا ماشي ديال الشهر، الطريقه انا كن فين ما خصت الحاجه كنجيبوها، والاغلبيه كنجيبوا الحاجه بالكثره. يعني بحال سنيده دابا راكم غتشوفوا معايا فيها باكيه ديال 6، يعني وقت ما سالات سنيده يا تسالي على شهرين، يا تسالي على شهر ونص، يا تسالي على 3 شهور، عاده كنجيبها. يعني كنجيب الشهر الاخر غير داكشي اللي تسالى. دابا بلا ما نطول عليكم، الفيديو اللي كيهم الامر يتابع الفيديو حتى الاخير، وفرجه ممتعه. غندوز معكم دابا اول حاجه وهي الفرق البنات ما بين السلعه ديال المرجان. المهم غنخلي لكم الروابط ديال التقضيه ديالي من المرجان. هاد الفيديو الصراحه راه انا كنت كنرفض انني نحط بحال هاد الفيديوهات، ولاني طلبوني اخوات وبغاو انهم ياخذوا فكره، واخا راه كيكون نقد شويه على هاد الفيديوهات هادو، ولكن الحمد لله كما كنقولوا نعاود كل خير وفي دارو. ولكن هاد الشيء راه غير كنساعدوا به بعضياتنا باش ناخذوا الاثمنه والافكار، وكيفاش ربة البيت سير الامور، وكيفاش تعرف تقدا اللي مقبلات على الزواج اللي الله تزوجو وجدادات. يلا غنبداو دابا على بركه الله باول حاجه. الفرق ما بين السلعه ديال المرجان البنات والسلعه ديال الهري هي انك السلعه ديال المرجان اول حاجه انا اللي كنمشي بعدا كنتقدا في مرجان بعض المرات، ماشي غير الزوج ديالي كيمشي للهري. الهري يعني شويه كيمحن، انك كتبقاي تما خود 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 خود، ماشي بحال المرجان. اولا كتستمتعي بالدوران، كتاخدي الحاجه اللي بغيتي كتختاري، هذه لا تشوفي الاثمنه، تشوفي الجوده، تشوفي الهري ما كاين لا اختار لا والو، سنيده هي اللي سنيده، اللي كاينه الزيت هي اللي كاينه. يعني واخا المهم كاين اللي مارك ديال الزيت كاين، ولكن بحال دابا هذا الشيء ديال الزبيب، ديال السميده الرقيقه، ديال هذا الشيء كيكون في المرجان كلشي في لومبالاج. هذا هو الفرق، انك كتمشي بداك الشيء نقي زوين مقاد. يعني هذا دابا ديال الحانوت، يعني كتجيبي غير بالعبار، ما يمكنش انك تجيبي خنشه كبيره ولا غادي يدوت ليك وداكشي. واخا انا راه عاطيكم نصائح ان شاء الله، مع دابا الصيف غادي تعرفوا كيفاش ان هاد الدقيق والسميده وداكشي كلشي، هادشي ديال القطنيات ما يدودوش لكم. غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. الزبيب كذلك البنات كتجيبوا من المرجان هذاك الشيء في لومبالاج، هذا راه كتجيبوا غير ديال العبار. دابا نعطيكم ان شاء الله الاثمنه. مهم الفرق اللي كاين انك هذا مثلا الا جبتيه للدار وستيه ما عجبكش ديال الهري ممكن ترديه ليه، المرجان راه ما يمكنش ترديه، جبتيه خاسر ولا زوين راه ديالك. يعني مرجان امبوسيبل انك ترجعي تبدلي شي حاجه.
ولكن الهريك راه ممكن، هذا هو الفرق ما بيناتهم. ثاني حاجه بحال لا سنيده كما البنات ديال المرجان كتكون في الميكا لي ساشي، يعني ما كتقيسهم لا رطوبه لا حتى شي حاجه. هذا ديال الهريك يكون ديال الكرتون، هذا كذلك هو الفرق. بالنسبه لهادشي المهم تقريبا راه الاثمنه راه كيتشابوا، ما كاينش شي فرق كبير ما بين الاثمنه، غير غادي تلاحظوا راه بزاف ديال الحوايج اللي كيكون الفرق ما بين ديال المرجان وديال هنايا. مثلا هادو كنشريهم انا من مرجان في لومبالاج، يعني هادو دابا في الصيف انا ما كنحملش هادشي العريان، ولكن هاد الظروف لاننا ما ساعدتناش باش نمشي ونتقداو من المرجان. كما قلت لكم في المحلات هكا ديال الهري والمحل العادي كتجيبي هكا بالعبار وصافي، يعني انت وزهرك يقدر داك من المحل يكون تيسد داكشي بالليل، يقدر لا يقدر كيخلي دوك الخناش يدوزو عليهم حشرات. المهم هادشي هو اللي كيخلينا اننا نتهربوا بزاف من الهريات، بالاخص في فصل الصيف شويه كيكونوا كتجيبي هادشي كيكون شويه مغبر شويه، يعني خصك تعاودي تمسحي تعاودي تنظفي. هذا هو الفرق ما بين الهري وما بين مرجان. والاثمنه ان شاء الله غادي نبدا لكم، يعني ما كاين مرجان كما قلت لكم كيكونوا حويجات اخرين، مثلا هنايا لي دوك لي ساشي ديال البلاستيك ما كاينينش مثلا. المهم بزاف الحوايج غادي نطرق لكم ان شاء الله، بزاف الحوايج كنشوفهم تما، داك الشوكولات ديال الحلويات داك اللي كنت خديت راه في الفيديو الاول ما كاينش في الهري، يعني بزاف د الحوايج ما كتلقيهمش في الهري، ما كتلقيهمش في الحانوت العادي، يعني كتلقيهم في المتاجر الكبرى ما كتلقيهمش. هذا هو الفرق. والفرق الثاني انك كتمتعي وتدوري وكتاخدي على خاطرك وتختاري ما بين لي مارك. المحل لا كتكون عنده حاجه وحده، يعني ما غاديش يكون عنده 10 د الحوايج ولا الا اتي مثلا غادي يكون عنده بعض لي مارك، ولكن ماشي كاع كلشي. المهم هذا هو الفرق. ان شاء الله غادي ندوز معكم الاثمنه، بحال مثلا هاد الخرشه ديال الفورس البنات ديال 10 كيلو كدير 45 درهم، هذه ديال ميمونه، هادي ديال عفوا ماشي ميمونة، هادي بلاتي موني ماشي ميمونة كيتشابو ليا. المهم الخرشة ديال موني ديال 10 كيلو كدير 45 درهم. هاد الزيت هادي لي سيو 69 درهم. السكر المقرد هذا فيه 6 ديال الباكي تيدير 32.5. وغادي ندوز معكم السنيده كذلك، 6 راكم عارفين الثمن ديال السنيده خلاص 60 درهم الثمن ديال 6. والفرماج البنات الفرماج هذا راه رائع وعائلي، يعني 96 قطعه راه تيطلع رخيص البنات، حسن ما تبقاو تشريو بوحده بوحده. الفرماج دير 79 درهم، هذا هو الثمن ديال الفرماج. والمربى ديال الفراوله هذا ديليسي شويه تكون ناقصه على دير 10 درهم كتكون ناقصه على عيشه. وكذلك هذا ديال المشمش هذا دير 10.5 10 درهم 10.5. وغادي ندوز معكم دابا الخميره، حتى هي هاد الخميرات هادو راهم 1 2 3 4، يعني 4 الباكيات ديال هاد الخميره هادي دايرين 20 درهم 20 درهم. بابي كويزين جاب لي غير واحد لان ديجا باقي عندي. بابي كويزين دير 12 درهم. جوج سانسيلك هذا الشامبوان هذا هكا تستعملو بنتي زوين، دي جوج بس. المهم هذا 27 درهم داير. جافي الاتشي دير 15 درهم. المهم انا غادي نطرق لكم بعض الاثمنه ديال حيت الاخوات كيطلبوا الاثمنه بزاف. واريال البنات دير 113 درهم، اريال ماتيك دير 13 درهم، واتاي دير 72 درهم باش جبنا هذوك الباكي. وكسكسو داري، كسكسو داري البنات هاد المره جاب ليا خنشه. هذيك الخنشه انا في الحقيقه الصيف واخا الصيف ما بغيتهاش زعما بغيت، ولكن اقتصاديه انك تقريبا كتربحي جي الباكيه فابور، يعني لا خديتي الثمن ديال دوك لي ساشي اللي كناخذو دوك الباكيات ديال كسكسو داري، يعني هذه اقتصاديه. مهم هذه جاتني انا اقتصاديه، ولكن معليش راه الكسكسو خلاص راه ماشي مشكل. كسكسو داري 47 درهم هذيك الخنشه، نقول لكم شحال الكيلو فيها كيلو البنات. ومعجون الاسنان هذا دير اقتصادي عائلي، انا في الحقيقه هذا بزاف كنستعملو في الاستعمالات الاخرين من غير الغسيل، 10 دراهم كل واحد، جوج ب 20 درهم، ديجا باقي عندي وكاين عندي السينيال باش كيغسلو خلاص، حتى هذا مره كيغسلو به الا تقاد هذاك. ونيسلي البنات 22 درهم.
السميده الرقيقه خلاص 7 دراهم فاصله 5، والعدس ب11 درهم، ها هو العدس البنات. ايوا هادشي اللي كاين البنات، وكذلك الحمص والكاوكاو. مهم الزبيب، غنقول لكم الزبيب الاسمنه ديالو. هاد الزبيب هذا الصفر، هاد البيض كنقول لكم حنا البيض ب 23.5، والزبيب الاخر الاحمر ب 17.5. هذا مهم، الزبيب راه مهم بزاف. وهاد المقرونيه هادشي اللي كاين في هاد السلعه هادي، وهاد كيري هذا كذلك، كاينين جوج كيعطيوهم لكم فابور. وسباكيتي خلاص، راه سباكيتي ما كتخسرش. مهم هنايا راه واخده هاد لي كلاشي هادو. نسكافي كيما قلت لكم البنات في مرجان، كنسيب هذيك نسكافي الاخرى باقي عندي وحده من داك النوع الاخر، رائعه، ولكن هذه ما بقاش نحملها بزاف، يعني هذه هي اللي بقى. هادشي اللي كاين بالنسبه للنيدو، راكم عارفين اللي كتستعمل النيدو بزاف في الرايس، كلشي يعني ما كنقدرش نستغنى عليه. وبالنسبه لهاد فيرميس الكاكاو كذلك الحلويات، هاد كوبين هذا، وهاد هاد الخمارات هادو ديال الكاكاو، وبالنسبه للخميره الحمراء كذلك، والفاني والفلون. دابا اللي تنبغيو نديرو حقا كي غلاسي، وكنبغيو نديرو بزاف، تنحتاجو الفلون. وبالنسبه لهاد ايزابيل ماتيشا وايزابيل هكا ديال الزيت، يعني كنحتاجو في لي باك من الحاكم نجيبوها هكا كثيره. بالنسبه لاتي كنستعمل الاغلبيه ديك 4 في 11، يعني هذاك هو السوق. بالنسبه لهاد لي ناصر البنات، راه زوين للتنظيف لكل شيء، يعني كنحتاجو في بزاف ديال الحوايج. دابا نقول لكم على الاستعمالات ديالو للطواليت، يعني رائع رائع هاد لي ناصر. هذا واحد راه زدت شويه، بديت منه حطيت لكم دابا غير واحد. بالنسبه لمنظف البيت، ما بقاش ليا ماكسيس، يعني ما غاديش يتسرب من حال اخر، جاب ليا هذا. علاش قلت لكم هذا هو الفرق دابا ما بين مرجان وما بين الهري، يعني الهري كتفرض عليك الا ما لقيتيش البديل كتفرض عليك ديك الحاجه، مرجان لا كتقلبي وتساري وتدوري حتى تلقاي داكشي اللي بغيتي، الا ما لقيتيش المهم ديك الساعه كتجي تضرب بحال اخر. ماكسيس هذا ديال الاواني، مهم كاين فيري وكاين ماكسيس، تناخذهم بجوج. جافي راه قلت لكم، اريال راه قلت لكم، بابي هذا ديال التواليت عزكم الله. هذا تناخذ هاد الدلع هذا البنات، كيدوب كيدوب في الماء، المهم الاحسن ما تلفوش، ولكن هو بعدا كيدوب رطب، الملمس ديالو رطب. وبالنسبه للحليب خديت غير جوده. هادشي اللي كاين في هاد السلعه هادي البنات، كنتمنى هاد الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. وبالنسبه لهذا هذا حتى هو في معلي مونتاج وبتي كبير في المنقش كبير. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الشيء الاخر، راه كله لي ساشي كيما كتشوفوا، يعني ما كاينش في لومبالاج، هذا هو الفرق. وبالنسبه للكلينيكس حتى هو كنختو هذه، كتبقى لينا واحد المود تحت في القاده، حتى هو حتى ما تبقاو تاخذوا بالتقصير، يعني وزيت كذلك 5 لتر. وبالنسبه للفينو البنات، راه خويت الفينو اصلا في السطل ما جبتوش ليكم. هذا الشيء اللي كاين في هذه السلعه هذه. بالنسبه للشوكولات كذلك، الشوكولات الاسود كما قلت لكم، هادو هما لي مارك اللي كنلقاو في الحوانت وفي الهري، ما كنلقاوش لي مارك الاخرين باش اننا نختاروا ونتخيروا في سميتو، ولكن الحمد لله على كل حال، يعني حتى الهري راه كلشي زوين، كلشي هو هذاك. الله يجيب غير الصحه والسلامه. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، وكنتمنى هذا الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم، انكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. فقط اللي سولوني على الفرق ما بين مرجان الهري، يعني كما قلت لكم مرجان كنجيبوا كلشي في لومبالاج، وانك كتزيدي اول حاجه ثاني المتعه، وانك كدوري، وانك كتزيدي حوايج اخرى ما تيكونوش في الهري، يعني كاينين امتيازات اخرين البنات ما كيكونوش في الهري بزاف الحوايج، ولكن حتى الهري حتى هو راه مزيان. وبالنسبه للصابون راه ما قلت لكمش، بعد ما كناخذوا هذا ديال الطاوس، هذا ديال الخزامه، وكذلك هذا كاين شي مرات يكون داك ديال الحليب. هاد الشيء اللي كاين في هاد السلعه هادي. وبالنسبه للبنات الا شفتوا بابي جينيك، راه كنجيب منه واحد الكميه كثيره باش يدي لي واحد المده. مهم وكما قلت لكم بالنسبه للتنظيم ديال التقديه ديالكم، الا بغيتوا تتقداو البنات دائما، رانا قلتها لكم وعاود قلتها كفكره وكنصيحه ان شاء الله، اللي كنتمنى انكم تستفدوا منها، وهي الورقه والستيلو، وتاخذوا فاش بغيتوا تخرجوا من البيت ديالكم. غنعاود ان شاء الله هذه النصيحه للسيدات اللي ما شافوش الفيديو ديالي الاول، انكم فاش كتبغيو تخرجوا البنات اشنو كديروا، كتاخذوا الورقه والستيلو وكتشوفوا اشنو عندي، اشنو اللي خاصني. داكشي اللي عندك قيدي الاسماء ديالو، داكشي اللي خاصك قيديه، باش داكشي اللي عندك ما تعاوديش تجيبيه الشهر الاخر.
هذه هي النصيحه علاش غتمشيو، باش ما تبقاش الدنيا غير مكركره عندكم في البيت، وباش داكشي ما يضيعش وما يخسرش. وبالنسبه للي ما كيبغيش انه يجيب الكثره، وانه كل مره يمشي يجري للحانوت، اللي كيبغي يجيب داكشي حدو قدو على حساب الشهر ديالو، انه يدير ميزانيه ديال شحال كنستهلك كل شهر. الشهر الاول اللي غادي تعلمي، وشهر الثاني، هذا الشهر الاول والشهر الثاني غادي دير فيهم تدريب بحال كتدربي، وما الشهور الاخرى ان شاء الله غادي تكوني ناضيه، وغادي تعرفي شحال كيخصك، وغتولي تمشي للحانوت ديالك بلا ليست ديالك بداكشي اللي كتدي في شهر واحد. واللي بغا هكا اللي بحالي انا اللي كياخذ مثلا غير كيدي ثلاثه قدالي السلعه، وكيكتب غير داكشي اللي خاصو كيمشي يجيبو، ماشي مشكلة يعني، راه ديما كتكون عندك السلعه في الدار بحال الحانوت. اما اللي كيبغي كيما قلت لكم يجيب داكشي على حساب الميزانيه ديالو، الورقه والستيلو البنات هي اللي غادي تنفعكم. او تنتمنى تستافدوا من هاد الفيديوهات ان شاء الله اللي كنديروا لكم، وحنا راه كنعطيوكم غير افكار، وكنتقاسموا معكم غير افكار باش العيالات يعرفوا كيفاش انهم يسيروا ان شاء الله ريوسهم. هذه هي الفكره البنات، دائما الورقه والستيلو، هذه هي النصيحه اللي غنصحكم. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، وما تنساوش الا عجبتكم هاد الحصه وعجبكم هاد الفيديو انكم ديروا لايك، تشتركوا معايا في القناه ديالي باش دائما توصلوا بالجديد. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.